أما الآن ننتقل وإياكم مباشرة إلى الجلسة السادسة ومحورها حول منهجية المؤسسات التعليمية مناهج لمواكبة التطور وموائمة المخرجات واحتياجات سوق القطاع اللوجستي. يشارك في هذه الجلسة الدكتور فادي بن سعود الفياض مدير كلية الجبيل الجامعية، والدكتور بندر بن عبد الرحمن الخيال أستاذ الإدارة الهندسية المساعد ومدير برنامج الماجستير بكلية الهندسة بجامعة الأمير سلطان، المشارك الثالث أو المشاركة الأستاذة البتول بنت علي الشهري محاضرة في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز، أيضا الأستاذ محمد بن سعد السبيعي المشرف العام على الدبلوم الوطني اللوجستي بمعهد لوجستيات الشرق الأوسط للتدريب. يدير هذه الجلسة سعادة المهندس الأستاذ عامر بن توفيق بدارنة مدير عام معهد لوجستيات الشرق الأوسط للتدريب. مساء الخير جميعا، السلام عليكم، أهلا بكم. بسم الله نبدأ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. جلسة مسائية خفيفة إن شاء الله، متعلقة في موضوع مهم قد يلخص كل ما تكلمنا فيه في اليوم الأول ونهاية اليوم الثاني، بيضم موضوع ما يتعلق في العنصر البشري، وهو مهما تقدمت الخدمات الرقمنة والأتمتة سيبقى العنصر البشري موجود ومهم في هذا القطاع والقطاعات الأخرى. قد تتغير طبيعة الوظيفة من إلى من منفذ لمتحكم أو كنترول، ولكن سيبقى العنصر البشري مهم. اسمحوا لي أرحب بضيوفنا في الحلقة، الدكتور فادي الفياض مدير كلية الجبيل الجامعية، الدكتور بندر الخيال جامعة الأمير سلطان كلية الهندسة مدير برنامج الماجستير، الأستاذ محمد السبيعي المشرف العام على الدبلوم الوطني معهد لوجستيات الشرق الأوسط، الأستاذ البتول الشهري جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وجميعهم أصحاب تجربة شخصية قبل الدخول في مجال سلاسل الإمداد وتجربة شخصية بعد الدخول في سلاسل الإمداد كطلاب موظفين، واليوم أصبح على عاتقهم مسؤولية أعظم من ذلك، وهي نقل هذه المعرفة لأجيال جديدة بالتحديات الكبيرة اللي موجودة وعلى رأسها زي ما حكينا التكنولوجيا. لن نضيع الوقت في مقدمات لأن الموضوع أهم من ذلك، وسنبدأ في حدث شاركته مع الإخوان، حدث من 3 أسابيع. على أحد حساباتي الشخصية تواصل معي شاب تم قبوله في إحدى الجامعات في تخصص سلاسل الإمداد، وسألني أسئلة بسيطة. سألني أول سؤال، شو راح أشتغل لما أتخرج؟ مش عارف إيش المسمى الوظيفي، تقدر تساعدني إيش الشركات اللي بقدر أقدم لها بعد ما أتوظف، وأهم المسمى الوظيفي. فإحنا بنتكلم، خلينا ننظر للسؤال في عمق، نتكلم عن شاب تم قبوله في البرنامج، هو أصبح طالب ولكن عنده سؤال بسيط، شو راح أشتغل؟ فواضح أنه في فجوة عالية في موضوع التوعية، المحاسب محاسب، طبيب طبيب، مهندس مهندس، عارفين وين رايح، ولكن شاب يقبل في برنامج ومش عارف أبسط الأمور وأهمها مش عارف إيش بده يشتغل بعدها. فواضح أنه في فجوة، وأنا شاركتها مع أكثر من كلية من خلال علاقاتنا فيها، وهذا سؤال لازم نوقف عنده ونشوف وين التقصير، شو بنقدر نعمل. واسمحوا لي أنوه أنه إحنا بنحاول نروح للمناطق اللي بحاجة لتحسين، الإيجابيات الحمد لله الكل نعترف، اليوم نتكلم عن أكثر من جامعة بتقدم التخصص، قبل 4-5 سنين ما كنا موجود في المملكة، فالإيجابيات كثيرة، فإحنا بنروح للجانب ما بنسميها السلبيات، المناطق اللي بحاجة لتحسين فيها، وأولها موضوع التوعية. إحنا اليوم لازم ندخل في هذا المجال للتوعية، وهذا موضوع مهم نناقشه مع الإخوان من جانبهم، وسؤال للجميع، دكتور فادي، دكتور وين الخلل في الموضوع؟ أنا طالب بيسأل هذا السؤال، ليش مفروض ما يسأله؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مشكلة اختيار التخصص هي مشكلة عامة، وما هي حصر فقط على التخصصات أو المسارات ذات العلاقة بإدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ولكنها قد تكون بارزة أكثر بحكم أنه
هذا المسار وهذا التخصص حديث عهد بكثير من المؤسسات التعليمية بالمملكة، بالإضافة إلى محدودية الجهات اللي تقدم هذه التخصصات أو المسارات العلمية. أولاً، هناك يفترض أن يكون هناك التزام مهني والتزام أخلاقي من أي مؤسسة تعليمية تجاه طلابها من خلال التعريف برؤيتها، برسالتها، بالأنظمة، باللوائح، فضلاً عن التعريف بالتخصصات والبرامج الأكاديمية اللي تقدمها. فنعتقد أن هذا شيء ضروري جداً، من المسلمات يفترض تكون موجودة، سواء كان من خلال اللقاءات التعريفية أو بعض المحاضرات أو بعض الأنشطة اللي تكون من الطالب إلى الطالب. الطلاب المقبلين على التخرج يقدموا تعريف للطلاب المستجدين وهكذا. اسمح لي بعد إذنك أقاطعك وأعتذر على ذلك، بس إحنا المجتمع، يعني هو طالب جاء من المجتمع، على أكيد لما دخل الكلية في الداخل واجب الكلية، ولكن إحنا نتكلم عن واحد لسه ما دخل الكلية فهو موجود في الخارج، فالتوعية في الخارج ما كانت موجودة، ولما دخل الكلية أكيد واجب الكلية، فإحنا لسه في مسؤولية على المجتمع أو الكليات تشتغل خارج نطاق أسوار الجامعة. طبعاً كمان. طبعاً الكليات يجب أن يكون لها دور مهم في المجتمع المحيط فيها، سواء كان بالمشاركة في الفعاليات اللي تقيمها المدارس في المجتمع المحيط بالمؤسسة التعليمية، أو دعوتهم إلى الكلية أو الجامعة للتعرف عن قرب. هذا كله حنا نقوم فيه في كلية الجبال الجامعية، بالإضافة إلى حنا نستعين باختبار يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية هدف. الاختبار هذا يرسل للطلاب من خلال رابط يساعد الطلاب في اختيار المسارات التعليمية والمهنية المناسبة لهم. قد تكون أكثر التحديات في القطاع الحكومي حالياً هي عملية التصنيف. رح نيجي لموضوع التصنيف وما بعد التخرج، يعني إحنا الفكرة في موضوع التوعية، واسمح لي أن تكلم الدكتور بندر في موضوع التوعية، نفس الموضوع. إذا ما أخذنا مناطق الإخوان في الشرقية بيعملوا جهود في هذا المجال وخارج نطاق الجامعة، هل تتفق أولاً أنه نعم في خلل في موضوع التوعية عند الطلاب، بحيث إحنا ما بيتوجهوا للتخصص ولكن مصادفة لسبب ما بيدخل التخصص؟ شيء بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر القائمين على هذا المؤتمر والتطور الملحوظ ما شاء الله سنة بعد سنة. المشكلة باختيار التخصص، إذا أخذنا الطلاب الثانوية كمثال، أعمارهم بين 16 و17 و18 سنة، غالباً لم تتبلور فكرة التخصص والمستقبل لهم كنسبة معينة، فهنا تيجي دور الآباء. وايضا غير الدور التعليمي والمؤسسات التعليميه يكون في الدور الاعلامي ايضا في شرح متطلبات السوق ومتطلبات اللي مطلوبه في البلد والمنطقه. كمثال بسيط، تكلمت عن منطقه الشرقيه، كمثال بسيط عندنا في الرياض في جامعه الامير سلطان، غالبا احنا نسوي زيارات للثانويات بالرياض، وندعو اغلب الثانويات الرياض للقدوم للجامعه للتعرف على البرامج، مناقشة مع بعض أعضاء هيئة تدريس البرامج، تثقيفهم بالبرامج بشكل عام، وهذا يعطي الطالب توجه وش التخصص اللي يبغاه وعلى أي أساس يبغى هذا التخصص ومن غير التخصص. بشكل عام هذه ليست مشكلة بس تخصص سلاسل الإمداد أو الخدمات اللوجستية، هذه مشكلة عامة بشكل عام، وعشان كذا دائما الطلاب الجهات الحكومية أو الجهات التعليمية ترغب أن الطلاب إذا دخل في برنامج أنه ما يقعد بعد سنة أو سنتين يحول أو يصير له مشاكل تعليمية. ممتاز، يعني أنا مهندس صالح الشبناني يسمعنا هنا، فهذا أحد الأمور اللي نشاركها معه، واسمح لي مهندس أنه إحدى الأمور اللي نطلب فيها من الإخوان في الجمعية موضوع التوعية، وأنا مطلع على ما تقومون فيه، فموضوع التوعية مهم، فاسمحوا لي أشارك يعني الإخوان من هناك، فموضوع التوعية مهم وهو إحدى المسؤوليات على الجمعية حديثة الظهور والإنشاء في المملكة في عند الإخوان في سلاسل الإمداد. فهذا إحدى الأمور اللي لازم نشتغل عليها جميعاً تحت مظلتهم أو كلهم في مجاله. محمد السبيعن، سؤال بنعم أو لا، أنت تخرجت، أنا بعرف تخرجت من هذا التخصص قبل حوالي 8 سنوات، أنت اخترت التخصص ولا بالصدفة دخل؟ بمحض الصدفة، وكان الهدف أساساً من خروجي خارج المملكة لدراسة الهندسة، لكن جذبني مسمى اللوجيستكس، فبحثت عنه، فواجهت صعوبة
في التعريف عن اللوجيستكس واني افهم بالضبط ايش التخصص هذا، بسبب انه في ندره او في قله في 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 المعلومات اللي موجوده حتى على جوجل. يعني لما تجي تبحث عن 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 اللوجيستكس تلقى معلومات جدا بسيطه في الموضوع هذا او في المجال هذا. اسمح لي، هل تتوقع الطلاب اللي اليوم اللي اصغر منك بثمان سنوات بيواجهوا نفس الموضوع؟ نفس ما زالوا نفس التجربه اللي انا خضتها اشوفها في كل طالب يكون عندي. شكرا لك استاذي بتول، تفق معنا بالراي؟ ايوه صحيح، نتفق. المايك بس لو سمحتي اقرب. اتفق مع ما ذكر حول هذه النقطه بعدم معرفه نقدر نقول الطلبه في مرحله ما قبل التخصص، في نهايه المرحله الثانويه او اول سنه في الجامعه، بالتخصص والانشطه التابعه لهذا التخصص والمجالات اللي ممكن حتى يعملون فيها مستقبلا. احنا مثل ما نعرف طبيعه السبلاي تشين واللوجيستيك، في الجلسات حتى نوهوا السابقة عن أهمية التعاون والشراكات في طبيعة عمل اللوجستيك والسبلاي تشين، فأتوقع هذا ينطبق حتى على التعليم والتدريب والخلق القوة البشرية المميزة والمؤهلة والمواهب فيها. لابد يكون في شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والجامعات والجهات التدريبية، لأولاً توعيتهم وتعريفهم بالتخصص، بالإضافة لتوجيههم للتخصص بطريقة منظمة وهادفة. من الواضح الرسالة واضحة من أربعة، من جهات مختلفة، مناطق مختلفة، كليات مختلفة، جامعات مختلفة، تحت وزارة التربية والتعليم وتحت المؤسسة العام للتدريب التقني والمهني. الرسالة واضحة، بحاجة إلى توعية في الجيل القادم في هذا الموضوع. اسمحوا لي نحاول نغطي كل المسارات اللي فكرت فيها في الموضوع. أنتقل إلى نقطة أيضا جوهرية، وهي موضوع احتياج السوق من أعداد وتوفير برامج تغطي احتياج السوق من أعداد ومن محتوى أيضا. اليوم احنا نتعامل مع قطاع خاص، بقول لك ما في خريجين، أنا بدي شباب سعوديين في الموضوع. تعامل مع الشباب بقول لك أنا عاطل عن العمل أو بشتغل في غير مجالي مع أني تخرجت في سلاسة الإمداد، والاثنين موجودين، وخلينا نكون واضحين وصريحين، موجودين، موجود شباب خريج سلاسة الإمداد إما لا يعمل في سلاسل الإمداد أو لا يعمل أصلاً، وموجود شركات قطاع خاص بحاجة إلى شباب. فواضح إنه الحلقة مش مرتبطة، ما في حد جاء وربط الاتجاهين مع بعض سواء من أعداد. الشق الثاني من السؤال، هل المحتوى للبرامج هذه هو نفس المحتوى اللي بيحتاجه السوق؟ ما بدنا ندخل في تفاصيل لانه قد تكون اداره المخازن حسب المنتج وحسب الحركه، واليوم دخلنا في موضوع التجاره الالكترونيه والبيكينج والباكينج وسرعه الموضوع واختيار المنتج مش للمخزن التقليدي القديم، فتتغير الامور. فهل اليوم من ناحيه اعداد عندنا اليوم نقدر نقول انه في اعداد خريجي متوفره في المجال؟ والسؤال مفتوح للجميع. اسمحوا لي الاخوان اجاوب على السؤال هذا من منظوري. اولا التعليم يعني عنصر رئيسي في تطوير اي مبادره اقتصاديه، واهميه ومحوريه التعليم بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه في التخصصات ذات العلاقه او المسارات ذات العلاقه باداره سلاسل الامداد والخدمات اللوجستيه هي اكثر وضوحا، خصوصا في هذه المرحله اللي نشهد فيها العديد من المتغيرات. فضلا عن قطاع، نتكلم عن قطاع يشكل العمود الفقري بالنسبه للاقتصاد العالمي. لو اخذنا مثال او احد اهداف الرؤيه 2030، انه اهم هدف في الرؤيه اللي هو تنويع القاعده الاقتصاديه واعاده صياغه الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل. لا يمكن باي شكل من الاشكال تحقيق ذلك الهدف دون وجود قطاع لوجستي قوي ودون وجود كفاءات وطنيه تعمل في هذا القطاع، وهو ما ادركته القياده الرشيده حفظها الله. وبالتالي وجدنا انه ايضا الرؤيه حملت العديد من المبادرات ذات العلاقه لتدعم هذا القطاع. لو جينا الان اليوم، احنا العام الماضي كان عندنا في المؤتمر كان عندنا تقريبا 5 مؤسسات تعليميه فقط تقدم هذا البرنامج، اليوم قد يكون زدنا 1 أو 2، ما في احصائيه رسميه حقيقه عن الموضوع هذا، ولكن اعتقد مقياسا على المتغيرات اللي نشهدها، احنا نتكلم عن اكبر سوق لوجستي في دول مجلس التعاون بقيمه تتجاوز 18 مليار دولار، نتكلم عن
متوقع الرقم هذا يكون 25 مليار دولار بنهاية العام القادم. نتكلم عن ثالث أكثر الأسواق جاذبية من ناحية القطاع اللوجستي، من ناحية النمو، نتكلم على ازدياد في هدف في زيادة عدد الضيوف الرحمن من المعتمرين من 8 إلى 30 مليون، نتكلم عن نمو في التجارة الإلكترونية، نمو في صناعة البتروكيماويات، كل هذه نتكلم عن رفع التصنيف الخدمات اللوجستية الصادرة على البنك الدولي، نتكلم عن جميع هذه الأمور، ومع ذلك يعني أنا أعتقد أن التحرك أو الاستجابة يفترض أنها تكون أكثر فاعلية فيما يخص هذا. فنحن إذا صح التعبير ما يتوفر الآن غير كافي. طبعاً إذا تسمح لي أضيف نقطة أخيرة، طبعاً. وفقاً للمعهد الملكي البريطاني للوجستيات والنقل أوضح أنه أكبر تحدي بالنسبة لقطاع اللوجستيات في دول أو في منطقة الشرق الأوسط هو عدم وجود عدد كافي من المتخصصين في هذا القطاع. حنا في آخر دراسة في عام 2016 بالمملكة كان اللي يعمل في مختلف قطاعات الخدمات اللوجستية ما يزيد عن 250 ألف عامل، بينما عدد الكوادر الوطنية اللي تعمل في هذا القطاع أقل من 34%. يعني أنا قد تكون الأرقام أصلاً أيضاً مبسطة، وأتوقع الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير. يعني أتوقع أنه نحكي عن قريب المليون بالراحة في الوظائف إذا ما أخذنا كل التخصصات، لأن إحنا نحصرها في الشركات اللوجستية، فالمستشفيات وكل جميع القطاعات تحتاج هذا. فنحن نعلم أنه الأعداد أكيد كبيرة، ولكن ففي تواضع بالعطاء في هذا المجال من حيث الكوادر البشرية وإنتاج خلينا نقول الكوادر المؤهلة لهذا الموضوع بالرغم من وجود أعداد. وأنت ذكرت أنه لكن في تحسن مقارنة بما ذكرت في السنة الماضية السنة الحالية، وهذا دكتور بندر، هل هذا التحسن سيستمر أنت من وجهة نظرك أو أنت شايف السوق؟ هل هذا التحسن راح يستمر؟ راح نشوف جامعات أكثر تدخل التخصص؟ لا شك أن فيه في طلب على السبلاي تشين والخدمات اللوجستية بشكل عام في المملكة، وهذا من بعد الإعلان عن رؤية المملكة 2030. التخصصات اللي صاير فيه تقريبا استحياء من بعض الجامعات من أشياء أكاديمية، أن التخصص إذا كان هندسة سلاسل إمداد أو هندسة لوجستية يحتاجون دعم من أيضا التصنيف المهني له. فوزارة التعليم بشكل عام ترغب أن التخصصات تكون مصنفة بالخدمة المدنية، إذا كانت تحت مظلة كلية الهندسة يكون لها اعتراف بهيئة المهندسين. فاللي صاير الآن زيادة تعدد أو أعداد الطلاب باللوجيستكس بشكل عام هو تحت مظلة الهندسة الصناعية، فالهندسة الصناعية هي اللي صايرة شايلة السبلاي تشين من منظور هندسي والسلاسل الإمداد من منظور هندسي والخدمات اللوجستية. فنظرة على الجامعات السعودية بشكل عام وخاصة جامعات الرياض من دراسة سويتها في قبولات 2018-2019 في ازدياد هائل على طلب الهندسة الصناعية من البنين والبنات. ايضا جامعه الامير نور فتحت هندسه صناعيه، وتقريبا البرنامج امثله وكل المواد اللي فيه هي اداره المخازن والاعمال اللوجستيه والسلاسل الامداد، ولكن ما زالت تحت منظومه الهندسه الصناعيه لتحميها اذا في الخدمه المدنيه، تحميها في اختبارات الهندسه. اسمح لي اقاطعك، قد يختلف معك البعض وقد اختلف معك انا في موضوع تصنيف البرنامج، هل هو تحت الهندسة الصناعية، هل هو تحت كلية الهندسة بشكل عام أو كلية الإدارة، أو هو يجب أن يفصل ويكون ما بعرف أكاديميا كنت تسموه تراك مفصل في الجامعة. أنت أشرت وواضح أنه بإيجابية أنه أنت مرتاح في أنه هو هندسة صناعية ويندرج تحت الهندسة الصناعية. أنا ما بعرف إذا في نقدر نعمل مقارنة في جامعات في الخارج، هل هو يندرج تحت الهندسات في كلية الهندسة في الخارج أو الإدارة أو هو منفصل؟ إذا بس نعرف، لأنه قد يختلف البعض معنا. بالنسبة للدراسات مثلا الجامعات، إذا أخذنا الجامعات اللي في الولايات المتحدة غالبا المواد اللي هي تتكلم عن لوجستيك وإدارة المخزون وهندسة السلاسل الإمداد تكون تحت الهندسة الصناعية. طبعا فيه إدارة الهندسة الصناعية، هذه تبع تحت الإدارة كلية الإدارة، وفيه اللي هو تسمى هندسة سلاسل الإمداد، وهذا معنى جديد طلع
تقريبا بداية الألفينات مع تطور سلاسل الإمداد بالعالم بشكل عام، وحتى الكتب اللي طلعت عليه طالعة من بعد 2013 تتكلم عن كيف أنه تسوي شبكة سلاسل الإمداد بمنظور هندسي من معادلات الرياضيات فيها، كيف أنه ليست مجرد تنظيري من ناحية إدارية ولكن أيضا من ناحية هندسية وأرقام. تتكلم عن تسعير بالسلاسل الإمداد، تتكلم عن الموردين سلاسل الإمداد، تتكلم عن المواصلات في سلاسل الإمداد، أي مواصلات بتختارها وعلى أي أساس المواصلات، بحرية ولا جوية، إيش أيضا تتكلم عن شيء يسمونه السبلاي تشين اللي هو الجلوبال سبلاي تشين بشكل عالمي، اللي هي ليست فقط إرسال المنتجات من نقطة X إلى نقطة Y. أنا عندي مصنع مثلا موجود في الرياض وأشتري بضاعتي من الصين والراماتيريال والمواد الخام موجودة في كندا، فكيف الجهة اللي بكندا راح تعرف أني أنا أحتاجها اللي بالرياض؟ هذه أيضا نقل المعلومات اللي هي نقل البيانات الانفورميشن في السبلاي تشين، نقل المبالغ أيضا، البضاعة المسترجعة أيضا، هذه كلها يعني فلسفة مختلفة أنها تصير تحت كلية الهندسة. واضح واضح أنه الموضوع مش أنه تحت الهندسة، لأنه بدنا إياه تحت الهندسة، لأنه في دراسة أو في تفكير في كونسبت موضوع. يبدو أن الدكتور فادي، بس اسمح لي أسأل الأستاذة بتول وأرجع لك. واضح أنه بدك تقول، ما بعرف هل تختلف أو تتفق، ولكن واضح أنه بدك تقول شيء. أستاذة بتول، في الجامعة عندكم أو من معرفتك في الجامعات الخارجية، هل يندرج تحت كلية الهندسة الصناعية أم هو برنامج مستقل؟ لا، بيندرج تحت كليات الإدارة كذلك. كليات؟ كليات الإدارة. الإدارة. أيوة، يعني في جامعة جدة في تخصص إدارة سلاسل الإمداد، موجود في جامعة جدة في كليات الإدارة. أعتقد حتى في جامعة الدمام موجود كمسار في إدارة الأعمال. في الجامعات البريطانية والأمريكية وفي أستراليا في تخصص إدارة سلاسل الإمداد في كليات الإدارة. لا أعتقد أن الموضوع بيأثر كثير، ما راح ندخل بتفاصيله أنه تحت الإدارة أو تحت الهندسة، أكيد في فكر خلف كل واحد. برجع لك محمد، نسمع تعليق الدكتور فادي بس على الموضوع. تفضل مايك. طبعا هو التخصص قد يكون ناجح تحت الهندسة وقد يكون ناجح تحت الإدارة، ولكن يعتمد من السوق المستهدف وش المهارات اللي أنت يعني في السوق اللي أنت تستهدفه. مثلا في الصين أكثر من 248 جامعة تقدم برامج الخدمات أو ذات علاقة بالخدمات اللوجستية، بينما تقدم فوق 50 تخصص في الهندسة أو ما يسمى Logistics Engineer. فهو يعتمد على السوق اللي أنت تستهدفه، يعتمد على المهارات، يعتمد على القطاعات الصناعية اللي حولك، وبالتالي أنت تصمم البرنامج بما يتناسب مع احتياج السوق المحيط. إذن لازم نرجع للأساس، تخطيط للموضوع، دراسته، الاحتياج اللي موجود، وبناء عليه مش نبني برنامج وننزله للسوق. وواضح أنه ما في اختلاف، سواء كان قد يكون تحت الهندسة الصناعية إحنا محتاجينه، قد يكون تحت الإدارة إحنا محتاجينه، وقد يكون منفصل. محمد. أقدر أقول لك أنه ما في شخص يجزم 100% أن هذا يندرج تحت الهندسة أو يكون هو شيء إداري. أنا أقدر أقول لك من وجهة نظري ومن اللي شفته أن جميع الأطراف الموجودين في أي قطاع كان، قطاع لوجستي، داخلين في المنظومة. فما أقدر أني أنا أصنفه كشيء في الهندسة، ولا أقدر أني أصنفه أنه هو جانب إداري، لكن أنا أقدر أقول لك أن كل يعني إدارة أو كل شخص موجود في أي منظمة له دور. فالإدارة لها دور والهندسة لها دور. الهندسة مثل ما قال الدكتور أنه تصميم إدارة اللي هو المراحل حق سلاسل الإمداد، فهو دور على اللي هو الهندسة، لكن يجي الجانب الإداري أكيد أنه يحتاج إلى أشخاص أكفاء في مجال الإدارة، فهم اللي يدرون موضوع اللي هو إدارة سلاسل الإمداد. نعم، اسمح لي أتكلم باسم الشباب المقبلين على الموضوع. قد مش أختلف، ولكن اتفقنا من البداية أن احنا بدنا نشتغل باحتياج السوق. قد يكون احتياج السوق من شركات ومن أفراد اللي بدهم يجوا على التخصص. قد أكون أنا رغبتي أكون مهندس أكثر من رغبتي أدخل الإدارة بطبيعة الكلمة، إنه أنا مهندس في الموضوع. فإذا أنا أحبذ إنه يكون تحت الهندسي من هذا الجانب، حتى لو ما بعرف تفاصيل ليش عملناه هندسي، إني أكون أنا مهندس. وأختم في سؤال يمكن دكتور بندر، إذا كان تحت الهندسة الصناعية، وأتمنى إنه حد من الإخوان موجود من الجمعية السعودية المهندسين، هل هو مهندس في الجمعية؟ المهندس الصناعي؟ مهندس
الصناعي اللي تخصص في السلاسل الإمداد؟ هو اللي يصير حنا دائما مثلا إذا صار تحت الهندسة الصناعية أحد الأسباب في المؤسسة التعليمية التحفظ. أعطيك مثال الآن، السوق كله يتكلم عن الأمن السيبراني كمثال. نعم. الأمن السيبراني إذا بحثت عن الجامعات والبكالوريوس موجودة بالسعودية وتكلم عن بعض الجامعات اللي موجودة بالرياض تلقاها تخصص أو بيسمونه تخصص فرعي أو تراك من العلوم الحاسب. أحد الأسباب اللي هي أنا أعطيك شهادة بكالوريوس في الأمن السيبراني، ممكن يصير ما في حاجة وتقل الحاجة وتغير وظيفتك، أنت الآن أجبرت الشخص هذا على الأمن السيبراني، فتحفظ من وزارة التعليم أنه يصير بشكل عام. فإذا تكلمت على الهندسة الصناعية، هندسة صناعية، ولكن أيضا بتأخذ لك 4 إلى 6 مواد من السبلاي تشين أو من سلاسل الإمداد واللوجيستكس، ولكن تصير أنت إذا بتشتغل بالهندسة الصناعية فأنت مهندس صناعي، إذا بتشتغل بسلاسل الإمداد فأنت أيضا. هل هذا خوف من إنه ما يلاقي شغل في الهندسة في السلاسل الإمداد، فإحنا حطينا له غطاء يكون مهندس صناعي، إذا ما لقيت سلاسل الإمداد هيك مهندس صناعي، هل هذا الهدف؟ أنا أتوقع الهدف، إذا أتكلم عن كلية الهندسة، كلية الهندسة بشكل عام، علشان موضوع الاعتماد الأكاديمي العالمي، كلية الهندسة في شيء اعتماد اسمه الأبت اللي هو اعتماد الأكاديمي العالمي لكلية الهندسة، إلى الآن ما فصل الأقسام، حط الأقسام الكبيرة اللي هي هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، هندسة مدنية، هندسة صناعية، لم يفصل الأجزاء اللي تحت إلى الآن بحيث أنها سلاسل إمداد واللوجستيك. فأغلب الجامعات تسعى إلى الاعتماد الأكاديمي العالمي، فعلشان كذا ينهجون النهج هذا. السؤال اللي سألته بس ما أخذت الإجابة عليه، هل هذا يسجل في جمعية المهندسين السعودية كمهندس؟ لأنه إحنا بنعرف إنه في متطلب في الجمعية إنه لازم يروح يقدم اختبار، صحيح، عشان هو يحصل على مزاولة إذا صح التعبير، ما أعرف شو يسمى. صحيح. الجمعية السعودية للمهندسين عندهم اختبارات على حسب درجة البكالوريوس اللي أنت حاصل عليها. إذا كنت حاصل على هندسة صناعية وتبغى تصير مهندس صناعي تختبر اختبار هندسة صناعية. أحد الأجزاء، لأنهم عرضوه علينا أيضا، أحد الأجزاء اللي بالاختبارات اللي اختبرونهم إياه في الأمور اللوجستية والسبلاي تشين، ولكن تحت مظلة اختبار الهندسة الصناعية في الهيئة السعودية للمهندسين. دكتور، طبعا لو جيت للدراسات العليا فيما يتعلق بالتخصصات أو المسارات ذات العلاقة، لو رحت لأمريكا مثلا راح تجد أنه معظم برامج ذات العلاقة تحت برنامج الـ MBA أو الماستر اوف بزنس ادمنستريشن. هذا يرجع للنقطة الأولى اللي أنا ذكرتها، يعتمد على كيفية تصميمك للبرنامج نفسه. صحيح. سوق العمل. شكرا. أضيف بس سلامة. باختصار. هو صحيح، أنت على حسب كيف تبي تفسر البرنامج، تفسر تحت الإدارة ممتاز جدا، بتفسر تحت الهندسة أيضا ممتاز. الدراسات العليا والدبلوم يصير الشخص فيها حر أكثر، بحيث أنه تأخذ فيها دبلوم سنتين بالخدمات اللوجستية والسبلاي تشين، أسهل منه، أقل تحفظاً من أنك تأخذها في البكالوريوس بالمنظومة التعليمية الموجودة في المملكة. ولكن مثلاً على سبيل المثال عندنا برنامج ماجستير الإدارة الهندسية، عندنا فيه تفرعات تراكات على قولهم، مثل ما تسمى تراكات اللي هي كان عندها إدارة المشاريع والهندسة الصناعية، أيضاً حنا الآن بصدر حنا نفتح سلاسل الإمداد والخدمات الروسية. فإذا كان بالمرحلة الماجستير يصير التحفظ فيه أقل، ويصير الشخص أصلاً يكون متخصص في تخصص معين ويبغى يزود معلومات فيه. نعم. يعني إحنا تركيزنا قد يكون على الفئة بعد الثانوية العامة، لأنه حالياً هي الفئة اللي بتهمنا أكثر، لأنه اللي وصل مرحلة يدخل الماجستير ممتاز. أنت كل نقطة أصبحت جزء من المنظومة اللي بنتحدث فيها، وهي موضوع الإناث في الموضوع، الأخواتنا في موضوع اللوجيستيك والسلاسل الإمداد، وأنصفهم بكلمة أنا سمعتها من أكثر من القطاع الخاص، يحبذوا توظيف الإناث أكثر من الشباب، فقط لسبب واحد، حتى الجميع أكد هذا الموضوع، الدقة في الموضوع، الالتزام. معظم الشركات حالياً وخصوصاً اللي بيعملوا في منظومة سلسلة إمداد اللي بتحتاج إلى متابعة معلومات وتدفق معلومات، وكلهم مع احترامي للرجال طبعا، فكله ذهب إلى موضوع الدقة في هذا الموضوع، فأعطى الأولوية للإناث. ولكن نرجع لمرجعنا في السؤال الأول، هذا الموضوع يحتاج إلى تعليم وتدريب أيضا، فعشان هيك صار في برامج عندنا. وأنا في مقارنة بسيطة، وأعتذر ما في دراسات، حاولنا نجيب دراسات، ما في أرقام، ما بعرف من الجهة اللي بتصدر أرقام، لكن في هذا المجال فما كان في أرقام نعرف، ولكن كان في مؤشر ببساطة بيتحدث على إنه الإقبال من الإناث أكثر، التوظيف على الإناث أكثر، الطلب للإناث أكثر، استمرارية الإناث في نفس الوظيفة والتدرج الوظيفي أعلى، فكان واضحا.
أستاذي بتول، هل هذا صحيح؟ هل إنه اليوم سواء في المملكة العربية السعودية، في الخليج، في الوطن العربي، في العالم، هل هذا التوجه، أو خلينا في المنطقة الشرق الأوسط أكثر، لأنه طبيعة الوظيفة صعبة، الكل بس يسمع لوجيستكس بيتذكر أنه في مخزن وشاحنة وتيرمينال ومينا وحاويات، فثقيل الموضوع. وأنا سمعت مصطلح ما بعرف شو صلاحيته أو شو مدى فعاليته فعلاً، أنه في سوفت لوجيستكس، سوفت سبلاي تشين، أنه في برامج بتقدر الأنثى تروح فيها في سلاسل إمداد سوفت أو إدارية، وتبعد عن الوظائف العملياتية على الأرض. هل هذا موجود؟ وهل تؤيدي فعلاً، وهل تنصحي فعلاً الإناث بالتوجه إلى هذا التخصص، رغم ما نتحدث عنه أنه لسه ما في تصنيف، لسه الموضوع مش واضح، لسه الشركات ما بتتقبل كثير من الطلاب، في عاطلين متخرجين بسبب سلاسل الإمداد، رغم كل هذا، هل فعلاً في شيء زي كذا للأخوات في هذا المجال؟ اسمحوا لنا نبدأ معهم، فالأولوية لهم. في البداية إحنا لو تكلمنا عن الواقع الموجود الآن، وجود المرأة في وظائف اللوجستيك والسبلاي تشين ما زال ضعيف. يعني إحنا لو أخذنا مثال، عندنا في قطاع النقل والتخزين تقريباً نسبة الإناث 3.8% من إجمالي العاملين في قطاع النقل والتخزين كمثال. عفواً تعيديها، نسبة ال؟ نسبة 3.8% من إجمالي المشتغلين أو العاملين في قطاع النقل والتخزين، هذا في إحصاء في الإحصاءات الهيئة العامة للإحصاء في 2019. فهذا هو الواقع. طبعاً في عدة أسباب، ممكن يكون صورة غير واضحة. هل هذا مؤشر جيد؟ هذا هو الواقع، هل هذا جيد؟ لا، هو قليل، ونتأمل إن شاء الله في المستقبل يكون أعلى. وإحنا لاحظت يعني أنه في بدأ الإقبال يزيد من قبل الإناث على التخصص، بنلاحظ حتى يعني في حضور للمؤتمر السنة هذه أكثر من السنة الماضية. هذا بالنسبة للواقع. بالنسبة لوجود المرأة، هل هو ممكن أو لا؟ أنا أعتقد أنه ممكن، ونأمل وجودها في القطاع اللوجستيك والسلاسل الإمداد، نظرا لعدة أسباب. أولاً أنه هي عندها القدرة على العمل في هذا القطاع، خصوصاً أنه في المملكة أثبتت وجودها في عدة قطاعات مختلفة. هو قطاع واعد، وأتوقع أنه يكون يعني تكون يعني لها دور إن شاء الله في هذا تحقيق ميزة تنافسية في هذا القطاع. كذلك الأنظمة والقوانين أصبحت تدعم وتعزز وجود المرأة ومساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. بالإضافة إذا كان في نوع من الإشكالية في موضوع أنه في بعض الوظائف قد لا تناسب المرأة في قطاع سلاسل الإمداد، توقع التطور التكنولوجي والأتمتة والتغيير التركيبة أو طبيعة العمل وتطوره في سلاسل الإمداد، وظهور اللي هي الحاجة إلى السوفت سكيلز مثل إدارة العلاقات، إدارة الاتصالات، إدارة فرق العمل، كثير من المجالات اللي ممكن تعمل فيها المرأة في مجال اللوجستيك والسبلاي تشين. فأنا أأمل أن المستقبل يكون واعد أكثر بالنسبة للمرأة في هذا المجال. فهذا تأكيد أنه هذا أحد المسارات اللي نقدر نشتغل عليه، وخصوصاً أنه رؤية 2030 موضوع تمكين المرأة أخذ حيز جيد بشكل عام، وهذه إحدى البوابات الرئيسية اللي نقدر ندخل فيها لموضوع تأهيل الكوادر الوطنية فيما يتعلق في المرأة. فهذا فجوة كبيرة في الموضوع، لأنه كل الاحتياجات موجودة، الإناث موجودين، البرامج موجودة، الحاجة موجودة، الكوميتمنت زي ما ذكرنا موجودة، فهذا ما يحتاج السوق فعلياً فيها. ولاحقاً بنصير نوازن بالنسب، ولكن هذه بوابة ندخل فيها في الموضوع. المايك، عفواً. نأمل أن يكون مستقبلاً في دراسة لطبيعة سوق عمل سلاسل الإمداد، سواء للبناء للإناث أو للشباب، وكيفية إيش المهارات اللي إحنا نحتاجها، إيش المعوقات اللي موجودة في سوق العمل في مجال سلاسل الإمداد واللوجستيك، ومحاولة معالجتها. لأنه مثل ما قلنا، هذه توجهات الدولة تحقيق ميزة تنافسية في مجال اللوجستيك، فأعتقد أنه دورنا كلنا نساهم سواء إناث أو رجال في تعزيز هذه الميزة التنافسية للدولة. للتوضيح، دراسة عن؟ دراسة تحلل السوق، تعرف إيش اتجاه السوق، إيش احتياجاته، إيش العقبات اللي تواجه سواء كانوا إناث أو رجال في القطاع، ومحاولة معالجتها. يعني نخصص أكثر السؤال، احتياجات السوق من القطاع الخاص مثلاً، إيش الوظائف اللي بيقدر يخرجوا لها؟ أيوة، يكون في تحليل وتوصيف لها، بالتالي نقدر كمؤسسات تعليمية نبني البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية اللي توفر هذه الاحتياجات وتشبعها.
اتمنى حتى يكون في برنامج متكامل لاستقطاب المواهب في سلاسل الامداد اللي هم السبلاي تشين تالنت، او برنامج متكامل مثل البرامج اللي استبشرنا فيها في مجال سلاسل الامداد والخدمات اللوجستيه. خلق المواهب مهم اساسي جدا، يعني مهم واساسي جدا في بناء هذا القطاع. يعني اتخيل المؤتمر الرابع راح يكون واضح في موضوع الاستقطاب، لانه اليوم بنشوف برنامج موهبه وبرامج الدعم اللي موجوده وبرامج رياده الاعمال بكثره، قد تكون عامه ولكن اتوقع انه بداوا يلتفتوا لهذا الموضوع، فالاستقطاب يعني راح يجي اكيد في الاستقطاب مواهب داخليه في هذا المجال. حابه تعلق على الموضوع؟ شكرا. عندي بس تعقيب بسيط على موضوع اللي هو الاحتياج او التصنيف، تصنيف الوظائف اللوجستيه. الحمد لله احنا لنا الان اكثر من ممكن 6 شهور او 5 شهور دخلنا في موضوع اللي هو تصنيف الوظائف مع مدراء الاتش ار في شركات تقدم الخدمات اللوجستيه. صار الاجتماع هذا في غرفه الشرقيه وشغالين على الموضوع هذا، وباذن الله انه بعد ما يتم تصنيفها، تصنيف اللي هو الوظائف، راح نقول نبني برامج تناسب هذا التصنيف. فعندنا احنا كان مشكله سابقا انه كل شركه لها مسميات معينة في مجال اللوجيستكس، قد تختلف المسميات لكن الهدف واحد. هل تقول أنه كان عندنا مشكلة أنها انحلت اليوم؟ إلى حد ما نعم. قد يختلف معك الكثير، لأن موضوع التصنيفات والإخوان بيعرفوا موضوع التصنيفات ما زال موضوع شائك وعائق، وتصنيف هل هو تصنيف بس إن نعمل القائمة بالمسميات الوظيفية أو لا؟ إحنا دخلنا بالموضوع هذا بس بنكمل فيه. هل هو بس احنا نجمع اسماء ونحطهم في وزاره العمل او الوزاره المختصه انه في مدير سلاسل الامداد في كذا كذا، ولا هل كل مسمى من هذا خلفه؟ لا، انا اتكلم عن الموضوع انه بينه وبين الاتش ار لسه ما في شيء رسمي، لكن هل تم حلها حل كامل؟ لا، لكن احنا في طور اللي هو حل المشكله هذه. اتخيل في كثير نفسهم يدخلوا على المداخله هذه حتى من الجمهور، لانه هذا يحتاج منظومه متكامله من الجميع. يعني موضوع التصنيف، عشان اليوم انا اطلع اصنف وظيفه وما خلف هذه الموظيف وما احتياجاتها وتدرجها وكذا، هذا يحتاج الى عمل وتشترك فيه كثير من المؤسسات، بحيث انه نطلع في قالب معين يقبله الجامعات عشان يخرجوا له، يقبله سوق العمل القطاع الخاص عشان يقدر يدخل في هذه المنظومه ويطلعوا. انا بعرف انه في اكثر من جهه تشتغل، نتمنى انه خلال 2020 هذه الجهات تتكاتف مع بعضها، بحيث انه جهه واحده تشتغل على موضوع التصنيف بحيث يخرجوا في الدكتور صالح طلع علي بينظر لي، فهذا احد برضه انا حسب ما بعرف احد المبادرات اللي راح تكون من الجمعيه على عمل على موضوع تصنيفات الوظائف وما الى ذلك، وامر شائك ما راح ندخل في تفاصيله عشان نغطي اكبر. دكتور فادي، لا تفضل. لا ما انا يعطيك العافيه، لا انا كنت بعلق على التجربه في سنغافوره اللي هي الهيئه السنغافوريه اللوجستيه. هو كان يضم اكثر من 500 يعني ما يقارب 600 يعني عضو فيها، من القطاع الحكومي رقم واحد، الشركات والقطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية ومراكز الأبحاث، بالإضافة إلى الجهات الخارجية. دورها هو دور توعوي، دور أيضا يساهم في تصنيف الوظائف داخل القطاعات اللوجستية داخل سنغافورة سواء العام أو الخاص. أنا أتمنى أنه الجمعية السعودية لإدارة سلاسل الأمداد حملناهم كثير اليوم. لا لا بالعكس، إن شاء الله هم يأخذون الدور الريادي في هذا الموضوع ويحسب لهم بحول الله إن شاء الله، يعني بمشيئة الله، وحنا مكملين لبعض ما في بمشيئة الله. الجميع قبل ما نعرف سلاسل الإمداد واللوجيستكس نسمع مقولة أنه بتخرج بروح أشتغل بلاقي العلم اللي درسته مش هو اللي بدي أشتغل فيه، وبواجه مشاكل وعوائق كثير أنه أنا أبدأ في العملي والتطبيق العملي. فإجا أحد الحلول اللي ابتكرتها النظام الأكاديمي أو التدريبي أنه التدريب على رأس العمل أو التدريب أو فصل التدريب اللي موجود. وأنا رح أكون واضح وصريح سواء إذا أيدتوني أو خالفتوني في الموضوع، عندنا إشكالية وإشكالية كبيرة فيما يخص موضوع التدريب العملي أثناء الدراسة، لأنه مفهومه بالنسبة للشركات مع احترامي للجميع سواء القطاع الخاص أو الحكومي، مفهومه أنه أنا أستقبل طالب 4 أشهر يجلس جنب زميل أو ينظر إلى الشاشة
الجياشي او من 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 مكان معين ينظر للاوبريشن او داتا انتري، ولكن جميعنا بنعرف انه الموضوع مش بهذه الصوره. الموضوع انه لازم في ستراكتشر، في تركيبه معينه، في رسمه معينه لدخول الطالب لمده 4 أشهر ومراحل معينه يمر فيها مرحله مرحله، ويكون في لها مؤشرات، في لها مخرجات، ايش لازم يتعلم هنا، كيف ربطوا معه، على اساس انه هذه ال4 أشهر ياخذ فيها الخلاصه مما اخذوا من النظري عشان لما يتخرج يروح عنده اهم 4 أشهر. ولكن احنا بكل وضوح هذا ما بيصير. هل القطاع الخاص مهيئ اليوم وشركات القطاع الخاص مهيئة اليوم تستقبل طلاب سواء في التدريب العملي أو ما بعد التخرج لتدريب لفترة التدريب؟ وأنا مهمني التدريب العملي لفترة التخرج. بنلاحظ أنه في الكليات الثانية ما بقدر أتخرج إلا ما أنجز هذه الفترة، وفي متطلبات مني، مش الفكرة أني راح أجلس 4 أشهر. وإحنا بنستقبل طلبات كثيرة من طلاب أنه أنا عندي فصل التدريبي، أنه نيجي عندكم على المعهد مثلا نجلس 4 أشهر تعطينا خطاب أنه تخرجنا، بينما ما راح أفيده أنا فيها. فهذه إشكالية، وإشكالية مش سهلة يجب النظر إليها، وهذه جزء مهم جدا جدا في هذه المنظومة، في هذا الموضوع. هل نتفق في هذا الموضوع؟ أنا بنقول لك تجربة يعني ولله الحمد ناجحة في جامعة الأمير سلطان. عندنا التدريب اللي يسمى التدريب التعاوني، نفس التدريب اللي طرقت عليه نسميه التدريب التعاوني، يمتد إلى 7 أشهر. ال7 أشهر هذه احنا سوينا اتفاقيات تقريبا، يعني جاءت مع الزمن مع العمر، ما صارت في يوم وليله، اتفاقيه مع حوالي تقريبا 1200 الى 1300 شركه او جهه حكوميه وخاصه في المملكه، بحيث نرسل لهم طلابنا على حسب التخصصات المعينه ويتدربوا عندهم 7 شهور. مرات تواجه مشاكل مع الطلبه ان مثلا ما يتواكب مع العمل هذا، فيحق له ان ينقل لجهه ثانيه. هذه ايضا اعطتنا مؤشرات على معرفة سوق العمل، يعني نقدر نعرف الآن السوق إيش يحتاج ومن بيحتاج من التخصصات. تجربتنا كانت ناجحة، في يعني تطوير لها. بالنسبة إذا تخصصنا على سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، أشوف الطلاب طلابي سابقاً وزملائي الآن اللي اشتغلوا في شركات مهي بشركات شبه حكومية أو شركات كبيرة قطاع خاص، اشتركوا في شركات مثلا في المدن الصناعية وكذا، لاحظوا أن الأعمال اللوجستية والأعمال سلاسل الإمداد ليست بذات الاحترافية اللي هم درسوها، من إدارة المخازن، من إدارة الجودة، تلقاها تعتمد على شخص واحد ولا شخصين، ليست لا يوجد فيها أتمتة أيضا، يعني معتمدة على الخبرة وليس على التعليم. نعم. أنا في الجامعة لا يمكن، يعني إذا كانت الشهادة ليست تطبيقية لا يمكن أنا أدربه على شيء معين، إن مثلاً بالاجتماعات المجالس الاستشارية حقات الكليات بعض الشركات يقول لك أنا أبغى مثلاً متخصص في شيء معين في السبلاي تشين أو متخصص في سوفت وير معين، أنا لا ممكن أعطيه إياه كمادة ولا مادتين، ولكن لا يمكن أن أصير المخرج تطبيقي بحت. واضح. اسمح لي أقاطعك، بدي أسأل السؤال دكتور فادي بس أروح لمحمد آخر نقطة، بس أعطيك السؤال. كونه أنت يعني موجودين في الجبيل، وإحنا جميعا نعلم ما هي الجبيل، فكلية في اللوجيستكس وسلاسل الإمداد موجودة في الجبيل، أكيد ويجب أن يكون في هناك علاقة، وليست علاقة سهلة، ما بين الكليات الأكاديمية والبرامج الأكاديمية وما تحتاج الجبيل كونه موجودين في الجبيل. سأعود لك أعطيك فترة، بس أنا محمد أخذت وقته فيه، أسمع لمحمد. دائما برامج أو برنامج البكالوريوس دائما يعطي الدراسة من ناحية نقول عليها كيف نقدر أوصفها لكم، نظري يعني موضوع لا لا مش نظري، مش نظري، يعطونك الموضوع من ناحية أنه الأفضل شو اللي لازم يصير، شو أبي أعبر عنها، مش جاي التعبير، لكن دائما أنه يعطونك الأفضل أو نقول عليه حنا أنه الشيء اللي مفروض يكون موجود، ما يسمى بالبست براكتس، أنه هذا المواصف هالمقياس الموجود فلازم يطبق. أيوة. فدائما المقياس يكون مقياس عالي. نعم. تمام. لكن اللي موجود في سوق العمل دائما الشخص اللي يتخرج من البرنامج البكالوريوس ينصدم في الواقع،
وبرضو نفس الحكاية الأشخاص المسؤولين في الاتش ار لما تيجي تتكلم معاهم في الموضوع تقول هذا رجال خريج بكالوريوس في سبلاي تشين أو في اللوجيستكس يقول أنا ماني محتاج شخص يجي يعطيني أشياء أكاديمية، أنا ماني بطالبه تعريف في اللوجيستكس ولا السبلاي تشين. يعني هذا يحل بالفكرة اللي أيوة فهم محتاجين أنه أشخاص يفهمون بالضبط إيش الأعمال اللي يقومون فيها كشركة ويجيهم شخص مناسب في مكان مناسب. وأيضا هذا ما ذكر الدكتور أنه في علاقات واتفاقيات مع القطاع الخاص، وأنا بعرف كمان أنه في لجان استشارية في الجامعات ترتبط في الاستشارات. وإحنا اشتغلنا على البرنامج هذا والحمد لله رب العالمين، خرجنا شباب سعودي إلى اليوم شغالين في شركاتهم والحمد لله رب العالمين. نسبة إنه التسرب من الطلاب السعوديين جدا قليلة بسبب إن الطالب لما يطلع من عندي يكون طالع للعمل حقه وهو أساسا أخذ فيه التدريب العملي وأساسا تدرب عليه فعليا في المعهد. هذا معروف، يعني كوني أنا جاي من جانب التدريبي وجانب لوجستي بعرف الفرق ما بين الدبلومات المهنية الاحترافية والدبلومات الأكاديمية، بيكون في مرونة أكثر في المعاهد اللي تحت المؤسسة العامة في تطبيق كل هذه. قبل الدكتور أعتذر مرة أخرى دكتور، بس أستاذة بتول، هل شركاتنا اليوم مهيئة لاستقبال الإناث في السبلاي تشين للتدريب العملي ولا نفس المعاناة اللي بنعانيها في عند الإخوان؟ أعتقد نفس المشكلة بيواجهونها، يعني لا توجد برامج التدريبية الكافية في القطاعات. طب هل ما ينطبق على التحضيرات اللي لازم القطاع الخاص يعملها أو القطاع الحكومي اللي يعملها لاستقبال طلاب للتدريب، هل هي نفس التحضيرات اللي نازل ولا في خصوصية معينة عشان أنا أستقبل طالبي عشان التدريب؟ لا تقريبا إحنا هي نفس التحضيرات، لكن عادة بيكون الطلبة الراغبين في التدريب التعاوني أعدادهم كبيرة، بينما الفرص المتاحة لهم في الشركات أو في القطاع الخاص بتكون قليلة جداً، فيتم اختيار يعني مجموعة على حسب المتوفر، بينما الرغبة عند الطلبة أكبر في أنه هو يلتحق بالتدريب. هل تتواصلون مع القطاع الخاص بهذا المجال؟ أيوة، هذا يحتاج التنسيق مع القطاع يحتاج الخاص. أم موجود؟ في تنسيق، لكن إحنا نطمح للأفضل أنه يكون أكثر ومتاح أكثر للطلبة، لأنه هذا الطبيعي الجامعات بتعطي المعرفة والعلم اللي غالبا يعني بيكون طبيعي اثناء التطبيق لابد انه ما يكون 100%، وهذا اللي الفجوه اللي يحتاج يقدمها التدريب، انه يعرف الطالب من خلال التدريب قبل ما هو يتخرج انه هذا العلم والمعرفه اللي هو اخذها وهذا هو الواقع، وهو عليه انه هو يقدر يتكيف ويوازن بينها عشان ينجح في المجال اللي هو يعمل فيه. واضح، شكرا. نرجع للجبيل. طيب، وهو موضوع طيب أهمية. أولاً حنا يعني محظوظين بأننا يعني ككلية الجبال الجامعية تحت مظلة الهيئة الملكية اللي حقيقة أضافت لنا الكثير وسهلت علينا في عملية التواصل مع الجهات الصناعية. حنا بالنسبة لتجربتنا مع الصناعة في كلية الجبال الجامعية، هي كل برنامج أكاديمي يقدم له لجنة خاصة تراجع البرنامج، لهم اجتماعين بشكل سنوي، أقلها اجتماعين يكون فيها ممثلين من الصناعة. الممثلين هذولا تكون عندهم ملاحظات على الكورس أوبجكتيفز، على الليرنينج أوتكامز والأمور هذه، يتم عكسها بشكل مباشر على الخطة الدراسية للبرنامج نفسه، بالإضافة إلى وجود دورة يتم فيها مراجعة جميع المقررات أو جميع البرامج اللي تقدمها الكلية. أضف إلى ذلك هناك تعاون فيما يخص استبيانات ترسل للشركات اللي توظف طلابنا، نأخذ الفيدباك من عندهم في التدريب التعاوني اللي موجود عندنا اللي هو تقريباً 4 شهور، أيضاً 15 أسبوع تقريباً. أيضاً يتم فيه أخذ في ويكلي ريبورت من الطالب تصادق عليه جهة العمل أو جهة اللي يطبق فيها الطالب، بالإضافة إلى أنه الطالب نفسه ناخذ فيدباك من عنده اللي تعلمه هل يتناسب مع المكان اللي يطبق فيه أو لا. وهذا حقيقة ما يفسر أنه يعني ارتفاع نسب التوظيف في مخرجات كلية الجبال الجامعية وأيضا مخرجات قطاع التعليم في الهيئة الملكية، هو وجودهم بقرب الصناعة وتعاون مباشر ووثيق
بحيث أنه تكون في موائمة مباشرة بين المخرجات وبين الاحتياجات الفعلية؟ هل هذا واحتاج تأكيد فقط تأكيد؟ نعم، يعني التغذية الراجعة اللي بتيجي من الطالب ومن القطاع الصناعي في الجبال اللي بيجيكم، هل لحفظ هذه المعلومات أم لتحليلها وإنه أنا أحسن برنامجي؟ هل يتم ذلك تأكيدا؟ نعم، بكل نعم وضوح. بكل وضوح نعم، وهذا ما يميز برامج اللي تقدمها الكلية، أنه هو التغذية الراجعة يتم عكسها بشكل مباشر على الخطة الدراسية لكل برنامج. كل برنامج يوجد تعاون مع ممثلين من الصناعة في ذات التخصص، يقوم بمراجعة الخطة الدراسية في اجتماعين على الأقل سنوياً، وبالتالي يتم تطوير البرامج بهذا واضح الشكل. مشكورين على جهودكم. باقي لي نقطتين أغطيهم، واحدة منهم ذات أهمية فرح أبدأ فيها، ما رح نأخذ وقت في هذا، أرجع وأغطي فيها أكثر من جانب صراحة. أعيد ما ذكرت في البداية، واضح أنه من المؤتمر وخارج المؤتمر موضوع الرقمنة والأتمتة والتكنولوجيا داخل بقوة، وسؤالي برضو شقين، وشك بتعلق بالدكتور اسمحوا لي، لأنه أنا قبل سنتين أهداني الدكتور كتاب ألفه هو وقبل ما يمسك المنصب الحالي اللي له، كان كتاب عن رؤية 2030، وتم التركيز فيه بقوة بل بقوة شديدة على موضوع التكنولوجيا واستخدامها لتحقيق مبادرات تحت رؤية 2030، وكنت في منصب آخر. اليوم أنت تدير إحدى الكليات، وأنا قرأت كتابك في الفترة الأولى لما أهديتني وقرأته حديثاً، وقارنت هل الدكتور اليوم بعد ما ألف الكتاب من سنتين وواضح كان إيجابي للغاية ومتفائل للغاية بتطبيق ما ذكره في الكتاب في الصناعة، واللي بهمني مش في الصناعة، في الكلية نفسها، على أساس أنه اليوم أنا اللي أخرجهم الدفعة القادمة يكون متوائم ومتماشي مع ما يتطلب السوق في موضوع التكنولوجيا، مش بعد 3 سنين نرد نكتشف أنه السوق سبقنا ونرد نرجع نصيغ الموضوع. هذا من تجربة شخصية فيما يتخص كتاب الدكتور. والسؤال بعدها للجميع بموضوع الرقمنة والأتمتة، هل إحنا مخذين هذا في عين الاعتبار؟ إن أنا طالب اليوم اللي بدي يتخرج من عندي بيعرف كل ما ذكر إنترنت أوف ثينجز وروبوت والدرونز وكل ذكر في الكتاب، واليوم يذكر في كل المجالات، قد يكون غدا عندنا يمكن في 3 متحدثين جلسات في هذا المجال، وجلسة منهم حتى مرعبة شوي إذا تتكلم عن الوظائف اللي راح تختفي والوظائف الجديدة اللي بتيجي مكانها. فإذا في طلاب عندنا، أنا شفت الطلاب بيبتسموا هسه، طلاب سبلاي تشين في إحدى الجامعات بيحضرونا اليوم، راح بكرة يخافوا من الموضوع، لك أو بجوز الوظيفة اللي بدرسها لا تختفي بعد سنتين فيها. الكلام لك دكتور. طبعا هو نرجع للرؤية من جديد، الرؤية هدفها هو تنويع القاعدة الاقتصادية. لو جيت لمكونات تنويع القاعدة الاقتصادية راح تجد قطاع المعادن والتعدين، قطاع الكيميكال والبتروكيميكال، راح تجد قطاع الصحي، القطاع السياحة والضيافة، القطاع المالي وإلى آخره. لو بحث بشكل بسيط راح تجد أن التقنية متأصلة فيها، لا يمكن فصل التقنية عنها. بنفس الشيء وبنفس المقدار أيضا قطاع اللوجستيات، هناك ثورة في قطاع اللوجستيات بسبب التقنية. نجد عندنا تتبع الشحنات الآن، الذكاء الصناعي، إنترنت الأشياء، يوجد لدينا الكثير، وآخرها يمكن البلوكتشين. لما كتبنا على البلوكتشين كان يعني لما تناقشت مع أحد الزملاء كان أشبه بالخيال أنه يطبق عندنا. الآن عندنا هيئة الجمارك طبقت الشيء هذا فعليا على أرض الواقع. أعتقد أنه التقنية يجب حنا كمؤسسات تعليمية سواء ككلية الجبال الجامعية أو جميع الكليات اللي تقدم أو الجامعات اللي تقدم هذا البرنامج يكون عندها قدرة على الاستجابة للدورات التقنية القصيرة هذه اللي تكون فيها متغيرة بشكل سريع جدا، لا بد تكون عندنا قابلية على الاستجابة لهذه الأمور. هذا لا ينفي دوركم برضو في برنامجك طبعا بعيدا عن الدورات طبعا، لكن الكلية يعني ما هي وين ما نشوفها، فبالتالي ان شاء الله من خلال المجالس المعنية راح نحرص ان شاء الله ان احنا نطبق افضل الممارسات، وقد تكون اول يعني حاجة تكون يعني ان شاء الله التجربة اللي كانت موجودة في الصين، لان الصين عندهم
معامل ومختبرات خاصة بالأمور التقنية المتعلقة باللوجيستكس، فإن شاء الله نحن نستفيد منها إن شاء الله، لأنه ليس من المنطق اليوم يتخرج شاب ما بيعرف منظومة فسح، ما بيعرف نقل بيان، هذا موجود عندنا، هذه أنظمة أتمتة في المملكة العربية السعودية. فاليوم إذا أنا ما درسه وبتخرج بعد 4 سنين ما بيعرف إيش الحاصل عندي اليوم وبتسارع عالي. أمس الإخوان في الجمارك والموانئ أعلنوا عن برنامج إدارة الشاحنات اللي نزل لدقائق الموضوع. نعم. هذا كله تحت بند الأتمتة فيها. أترك المجال للآخرين بعدنا. بالنسبة للقطاع التعليمي، القطاع التعليمي الحركة فيه صحية إذا كانت بطيئة نوعا ما لسبب. لا يمكن أن نقدر غير أن البرامج كل سنة سنتين عشان تخصص طلع أو تقنية طلعت. التوصيات دائما من الاعتماد الأكاديمي، وهذه الممارسات اللي صايرة عالميا، يعني التوصيات من الاعتماد الأكاديمي أنك تزور الخطة الدراسية كل 5 سنوات تقريبا. الأشياء الأساسية أو الجوهرية في التخصص تبقى، ولكن الأشياء اللي بتضيفها من ممكن تعدل عليها أو تضيفها، الداتا ماينينج، علوم البيانات، الأتمتة، كلها أشياء ممكن تضيفها كمواد اختيارية. فهذه أسباب زيارة الخطط الدراسية كل 5 سنوات. كيف أنا كبرنامجي يتواكب مع الدارجة الآن بالسوق؟ هذه تحصل يا من خلال بعض المواد اللي هي تكون عامة في نهاية دراسة البكالوريوس تحاكي الواقع اللي صاير، أو أنه من ناحية التدريب. التدريب دائما يعني مثل ما تفضل دكتور فادي، التقارير اللي ترسل من الطلاب، الإحصائيات اللي تجي والبيانات من الشركات أنه إحنا نحتاج تقوّن الطلاب بالشيء الفلاني، نحتاج تقوّنهم بالشيء الفلاني، هذه كلها تفيد على تطوير البرامج خلال زيارتها خلال 5 سنوات. لا يعني انا بعقب على موضوع السوفت سبلاي تشين يوم تكلمت هل في فرق بين الاولاد والبنات. انا اشوف الان لا يوجد فرق، خاصه اذا تكلمت عن السوفت سبلاي تشين، مو بالشرط انها سوفت بس تتكلم عن الاتمته، تتكلم على القطاع التقني. اللوجيستيك ليست احد بالشارع واحد قاعد يسوق سياره وينقل بضاعة من X إلى Y، أو إنها إدارة مخازن عندنا في مخازن مثلاً في مناطق معينة بالرياض. هذه العلم اللي يكون الشخص عنده يمارسه من مكتبه تحت المكيف ولا يحتاج إنه يطلع برا. كيف إنه إدارة الأشياء هذه من ناحية علوم البيانات، البرامج اللي بس باللوجيستيكس المشهورة اللي تستخدم، هذه كلها يقدر يستخدم فيها كلا الجنسين. بالنسبة هل فيه زياد عدد بالنسبة للطالبات؟ أتكلم عن منطقة الرياض، نعم. البرامج أغلبها اللي الآن فتحت أيضاً تحت مظلة الهندسة الصناعية، البرامج البنات ما شاء الله كلها الأقسام قفلت من الامتلاء، وفي برامج زيادة، وحنا نطمع إن شاء الله بالجامعة نفتح تخصص البنات في هذا الشيء بمشيئة الله. تعقب على الموضوع، لأن النقطة الثانية برضو تربط أكثر من موضوع، هي موضوع ريادة الأعمال. وبتخيل أحد المناطق الخصبة لموضوع ريادة الأعمال هي مشاريع التخرج للطلاب. وعادة إحنا من الجيل وما قبلنا مشروع التخرج ينحصر وجوده في الجامعة والهدف منه أعمله عشان أتخرج، فلما أخلصه بنسى مباشرة. وقد تكون هذه المنطقة الحيوية والقوية لمدخلات لموضوع ريادة الأعمال، لأن قد تكون أفكار فعلا نيرة، ولكن هذه الأفكار إذا ما ترجمت لتبني ومسرعات الأعمال والحاضنات والدعم المالي والإداري. واليوم ما شاء الله يعني الإخوة في منشآت، يعني لازم نذكرهم مشكورين، وغير منشآت عندهم برامج. والجلسة اللي قبلنا يمكن الإخوة في واعد مثلا في أرامكو والخطوط كل المؤسسات الضخمة الكبيرة عندهم برامج لهذه. قد يكون الارتباط مع الخريجين وبرامج موضوع مشروع التخرج قد يكون هذا مدخل. هل في تواصل بين الجامعات في هذا المجال بالذات، إنه يا منشآت يا واعد يا إخوان في كذا، في من كل 10 برامج مشاريع تخرج قد يكون في واحد فعلا نواة لشركة؟ وإحنا بنعرف اليوم معظم الشركات الضخمة اللي مسمعناها بدت طالب بفكرة معينة، هل في تنسيق على هذا المستوى أم غير نحتاجه؟ طيب، فيما يخصنا نحن الحقيقة ما في أي يعني تعاون في الوقت الحالي، ولكن لا يمنع، إحنا الحقيقة ندعو جميع هذه الجهات المعنية في أنهم يزوروا. إحنا عندنا معرض خاص بمشاريع التخرج الخاصة بالطلاب والطالبات على أساس سنوي،
فبالعكس إن شاء الله إحنا نحرص إن إحنا ندعوهم، وبالعكس إذا كان في أي نوع من التعاون فبالعكس هذا إضافة لنا وأيضا إضافة للطلاب إن شاء الله. يعني أنا بشرفني إن أنا جزء من إدارة المؤتمر، وخصوصا بموضوع اللجنة العلمية، فبطلب من الإخوان في إدارة المؤتمر إنه إحدى النقاط اللي نفكر فيها للسنة القادمة إنه يكون في على هذه المنصة طلاب بمشاريع تخرجهم يظهر مهارته، يجي يحكي أنا عندي فكرة سواء حدا تقبلها أو ما تقبلها، عشان نشجع الآخرين إنه الموضوع ليس فقط أكاديمي، فإنه نخصص جزء لمجموعة من الطلاب المميزين في مشاريع تخرجهم، لأنه قد تبدأ حياته المهنية أو شركته العظيمة اللي تصير تبدأ من المنصة اللي موجودة عندنا هنا. دكتور مندر، أنت مدير برنامج ماجستير في الموضوع، قد يكون الماجستير قريب للموضوع، إنه الماجستير متخصص في موضوع معين، هل في اليوم طلاب في الماجستير موجودين بيعملوا في موضوع سلاسل الإمداد أبحاث أو رسالة ماجستير، ولا كله في الهندسة؟ طبعاً عندنا حنا إذا تكلمنا عن سلاسل الإمداد فهي تحت منظور الهندسة، حنا بصدد إن شاء الله حنا نحط أحد التخصصات الفرعية. بقي معنا دقيقة واحدة لأنه طيب. أنا صاحب الفكرة فلازم يضغطوا علينا. أوكي، بصدد حنا نحط إن شاء الله أحد التخصصات الفرعية في الهندسة للماجستير، هندسة سلاسل الإمداد. المشاريع مفتوحة للجميع، بعض هي توجهات الطلاب. توجهات الطلاب واضح. ننهي في الدقيقة اللي بقت لنا بسؤال بنعم أو لا، أعتذر الوقت. لأنه أنا من الجهتين فما بقدر أكثر القانون اللي إحنا حطيناه بنعم أو لا. لو اليوم برامجنا والسوق واضح والهدف واضح والبرامج مصنفة والبرامج ممتازة، بنعم أو لا هل ننصح أبنائنا بدخول هذا البرنامج؟ أستاذة بتول، نعم أو لا فيدخل برنامج سلاسل إمداد في هذا إذا ما استقر الموضوع؟ أيوة نعم أنصح فيه، وأنا أشوفه مستقبل واعد في البلد. شكرا لك. محمد، نفس كلام أختي، هو المستقبل، لكن فنعم. لكن نعم، لكن لما كل الحلقات تتشارك مع بعض. ما احنا افترضنا على افتراض الموضوع. دكتور بندر، نعم انا تخالف. نعم تحت مظلة الهندسة الصناعية، لسبب لا اريد ان احصر احد منجذب الشخص تحت تخصص معين. هذه دكتور بالنسبة لي نعم، اذا كانت هذه رغبته وهو قادر عليه بالعكس. شكرا لكم جميعا، شكرا للحضور، أطلنا عليكم، نعتذر منكم، إن شاء الله الجلسة الجاية يكون معنا طلاب مكان الدكاترة، مكاننا جميعا، بلاش أستثني نفسي في الموضوع. شكرا لكم ونراكم إن شاء الله غدا على خير. شكرا للجميع. شكرا. شكرا أستاذ عامر بدارنا، يعطيكم العافية، وللسادة المتحدثين في الجلسة السادسة من المؤتمر اللوجستي السعودي. نعلن مرة أخرى عن دعوتكم لحضور ورشة عمل التير نقلة نوعية لتيسير العمليات الجمركية للعبور وتنمية التجارة من وعبر المملكة، حيث سيتم مناقشة تفاصيل الاتفاقية والمميزات والفوائد التي يقدمها تير لقطاع النقل. ستكون هذه الورشة يوم غد بمشيئة الله تعالى الثلاثاء 15 أكتوبر عند الساعة 12:50. سيداتي سادتي، شكرا لحضوركم. جدول أعمال اليوم الثاني، ونلقاكم غدا بمشيئة الله تعالى عند الساعة 9 صباحا لاستكمال جدول أعمال، أو عفوا لبداية جدول أعمال اليوم الثالث من المؤتمر اللوجستي السعودي. ندعوكم في ختام اليوم الثاني من المؤتمر إلى مائدة الغداء، نلقاكم غدا. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.